هم سامحي أنا ما بشتغطيها في المكان. باسل إليك دقيقة يا أمّا، بشوف المنتج ورجع أكلمك. أمر يا ملك الإنتاج نشيد يفعل لنا برياني أفضل من حق من العالم. من عيونك برياني لحم ولا دجاج؟ اسمه هذا لحم أفضل. حلو، روح اشتري لحم. ضروري لحم. دجاج. خلاص روح اشتري دجاج. شوف الخضروات اللي يقول لك أفضل فيها فائدة أفضل من اللحم والدجاج. فهمنا، أنت قد شفت من قبل برياني بعينك المجردة؟ أيوة احنا بنطبخ منه واصل. تمام حلو، علمنا. اشتي أدري إيش المكونات. المكونات حقه؟ أيوة. قل بر برياني بر دقيق يعني، وياني هو الحليب. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا حمود. يعني هذا مؤلف موسيقي كبير مشهور هذا لو أنت تعرف. وبر معناته بر الوالدين، فما ينفعش دقيق مطبوخ بالوالدين. خلي عندك عقل شوية يا أستاذ حمود. خلاص بغير فلسفة، أنا داري. اسمعني، معنا مشهد ذي يمثله كفار قريش، وقد قلت للمخرج قال لك ما بل أنت لحمة. مين أنت لحمة وانت إن الذهب قصار قطح؟ قال الحين أنت عاد تفعل إيش؟ عاد تدي قسطير وتدخل داخل الحجر. تشحنني كذا بعين الأعمال داخل القسطير حجر؟ يا أخي الذي يشتي لحمة يسرع بيت أبوه وكا يأكلها. إحنا هنا بنقدم رسالة وفن هادف، سمعت أنا؟ ماشي، إحنا في أضاحي العيد نقدم كل يوم ذبيحة، كن فهم. خلاص واصل تمام واصل. المهم مكتوب فاسرع واصل.